السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله مكملين مع بعض فكرة إعادة الإعمار، والنهاردة إن شاء الله نتكلم على الإيواء الآمن على المدى الطويل. اتكلمنا المرة اللي فاتت على الإيواء العاجل، يعني خلاص في مثلا وقف إطلاق النار وعايزين ناس تسكن في مكان، أو المشكلة اتحلت أو المشكلة خلصت، سواء مثلا مشكلة طبيعية زلزال فيضان أو حرب، خلاص الناس عايزة تسكن في مكان ضروري النهاردة، حتى لو كان حاجة سريعة، حاجة ممكن ما تكونش على قد المستوى، لكن في ضرورة موجودة ان هو يحتمي بحاجة. لكن ده الإيواء العاجل. احنا بقى بنتكلم على الإيواء الدائم او الإيواء الآمن على المدى الطويل، ان انا اقدر اوفر مأوى دائم، يعني 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، مبنى يفضل على طول. لان ممكن الايواء العاجل يكون عباره عن خيمه مؤقته، تمام، او مبنى صغير او حاويه مش هيقعد فيها مدى حياته لكن مؤقتا. واللي انا عايز اكد عليه ان بعد انتهاء الصراع، يعني في افكار كتيره، وكل واحد طبعا كل منطقه تقدر تاخد القرار، محدش هياخد القرار عنهم، ما اقدرش الزمهم بحاجه، لكن افضل ان تفضل المخيمات زي ما هي، بحيث ان الاحفاد يفتكروا ويبقى زي متحف، زي ما الصهاينة بيعملوا، بيختار يقول لك ده كان مثلا مكان كذا وكذا وكذا، ويبدأ يخلي الناس تروح الأماكن ديت ويحاول يفكرهم. احنا مش عايزين ننسى، عايزين نستفاد من التاريخ، ده جزء من أجزاء التاريخ. مش معنى إن احنا خلاص بقى عندنا بيوت آمنة ودائمة إن احنا نهدي المخيمات ديت، لا، احنا نخليها حاجة للذكرى، لأن الناس اللي عاشت في الأماكن دي في ارتباط بيها. طيب، الإيواء الآمن لازم يكون آمن ومستقر وملائم للاحتياجات الثقافية والاجتماعية للأشخاص المتضررين، ومحافظ على الهوية، لازم هوية المكان اللي موجودين فيه. إحنا عندنا هوية، سواء فلسطين، سواء سوريا، العراق، مصر، اليمن، السودان، ليبيا، المغرب، كل دولة ليها هوية مستقلة وليها هوية تجمعها مع الدول العربية والإسلامية، فلازم نحافظ عليها، ولازم نرجع الحاجات بنفس الهوية السابقة. ده يعني نصر لينا إن إحنا تغلبنا، وإن هو ما قدرش يغير الهوية بتاعتنا. فالإيواء الآمن على المدى الطويل ده ضروري لضمان استقرار ورفاهية الأشخاص المتضررين من الصراع أو الكوارث الطبيعية، ويقدر يوفر شعور بالأمن والانتماء، وكذلك في تحسين إمكانية الوصول للخدمات الأساسية. هو بيشمل حاجتين والاتنين مختلفين تماما: بناء مباني جديدة، وإعادة تأهيل المباني المتضررة. إعادة تأهيل المباني المتضررة من الكوارث دي وسيلة فعالة عشان الناس ترجع تاني لبيوتها، وأقل تكلفة من أنت تبني المبنى من الأول. بس ده لازم يتعمل زي إحصاء، والناس تبقى معاها جدول وتبدأ تمشي وتشوف هل المبنى المتضرر ده ينفع الناس تسكن فيه ولا لا، في مشاكل في الأعمدة ولازم ان هو يتهد، ولا في ضرر بسيط ممكن اصلا الساكن نفسه اديله مبلغ من المال وهو يصلحه بنفسه، مش محتاج ان انا اتفرغ له. فلذلك عايزين نعمل مسح وتقييم شامل لتحديد مستوى الاضرار، ويكون مهندس معماري وانشائي وميكانيكا وكهرباء، لان ممكن الانشائي ياخد باله من حاجات وما ياخدش باله من حاجات المعماري هو اللي ياخد باله منها، فلازم يكون في فريق هو اللي بيعمل المسح والتقييم مش مهندس واحد. وبعد كده يبدأ بقى ان احنا ايه نصنفهم: اضرار بسيطة، ممكن مواد تقنيات، في شباك مكسور، في حاجة مكسورة تقدر انها تعمل، في اضرار متوسطة محتاجة اعمال اصلاح اكثر تعقيدا زي استبدال بعض الاجزاء او ان احنا هنبني الاجزاء المتضررة بالكامل. اضرار شديدة لازم يتهد وما ينفعش حد يقعد فيه، وطبعا بيبقى فيه اخلاء المكان من حواليه بحيث ان اثناء الهد ما يبقاش في حد متضرر، ونختار وقت ما يكونش مثلا في اطفال بترجع من المدارس فيه وهكذا. فبيعتمد اختيار طريقه اعاده تاهيل المبنى لدرجه الاضرار اللي لحقت بيه. فحاله الاضرار بسيطه خلاص ممكن نجيب مواد تقنيات، لو في اضرار متوسطه وشديده لازم نجيب اجهزه ومواد تقنيات بناء حديثه او اساليب اعاده تاهيل مبتكره. ممكن يكون في مثلا عيب في الاعمده لكن نقدر ان احنا نعملها حقن او نقدر ان احنا نعالجها. فلازم يكون في تخطيط وتنفيذ لعملية إعادة تأهيل المباني المتضررة بعناية لضمان سلامة المبنى وسكانه، ويتم اختيار بدائل وبرامج لعملية إصلاح المنازل، ونشوف أن الأنسب للظرف ده.
يعني الكلام اللي انا بقوله كلام عام، لكن ممكن يكون في ظرف معين ليه حالة خاصة. فالعناصر الرئيسية هنوفر مساكن دائمة، توفير الوصول للخدمات الأساسية، المية والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم، وتوفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية. طبعا في أفكار كتيرة جدا، تمام. لو عندك أي فكرة كويسة ممكن تفيد، ياريت تكتبها لنا، ياريت تبعتها لنا نتشارك مع بعض. طيب، في طريقة مثلا لايت جارج ستيل، ده فولاذ مقاس خفيف، ده نوع من أنواع الفولاذ اللي بيتم تشكيله باستخدام عملية تسمى التشكيل البارد. العملية دي تتضمن تمرير صفيحة فولاذية من خلال سلسلة من البكرات، بينتج عنها ألواح أو أنابيب أو أشكال أخرى ذات سمك أقل من الفولاذ المصبوب أو المدلفة بالشكل دوت. دي ألواح فولاذية ذات مقاييس خفيفة، فبيتميز بمزايا زي إن هو وزنه خفيف فسهل إن أنت تنقله، سهل النقل، سهل التركيب، قوة عالية بالمقارنة بالوزن بتاعه، قابلية التشكيل العالية، تقدر أنت تشكله زي ما أنت عايز، تكلفة منخفضة. فممكن استخدامه في البناء، نبني مباني سكنية وتجارية وصناعية، ممكن استخدامه في بناء الجسور والأنفاق والطرق، ممكن استخدامه في صناعة السيارات وأجهزة إلكترونية وأخرى، وممكن استخدامه برضه في النقل. فهو مفيد في حاجات كتير جدا من إعادة الإعمار، وهو ميزته إن هو آمن عند حدوث الانهيار، لأن هو بيتميز بمقاومة عالية للشد، فهو يقدر يستحمل قوة شد كبيرة دون انهيار، زائد إن هو مرن فممكن يمتص صدمات بدون كسر. طيب، سلامة الهيكل المصنوع من الفولاذ المقاس الخفيف تعتمد على عوامل زي تصميم الهيكل، لازم يصمم بشكل كويس ويبقى محسوب بحمل الرياح والزلازل، جودة المواد، والتركيب السليم. لو معمول بشكل دوت هيكون إن شاء الله آمن عند حدوث انهيار. فيما يلي بعض النصائح، إن احنا نستخدم مواد عالية الجودة، تصميم متين، استخدام تقنيات تركيب مناسبة، إجراء صيانة دورية. فده ممكن يعمل تحسين سلامة الهيكل المصنوع من الفولاذ. طيب، في برضو حاجة جميلة جدا اللي هي الجي ار سي، اللي هي الخرسانة المسلحة بالألياف. دي نوع من الخرسانة بتضاف ليها ألياف طويلة ورفيعة لخيط الخرسانة، وبتخليها تحسن خصائص الخرسانة زي القوة ومقاومة الشد والانكماش والتشوه. وفي طبعا عندنا ألياف زوجية وفولاذية وألياف كربونية وألياف طبيعية زي الألياف النباتية. ممكن نستخدمها في الأرضيات والجدران والأسقف والسلالم والأرصفة والجسور والهياكل الصناعية. المزايا بتاعتها مقاومة أكبر للتشقق، مقاومة أكبر للتشوه، مقاومة أفضل لعوامل التعرية، وتتميز بالعديد من المزايا زي مقاومة أكبر للتشقق، أكثر مقاومة للتشقق، مقاومة أكبر للتشوه. ومن الشركات المتميزة في المجال دوت دار البناء العربي، وأنا اتصلت معاهم ويعني ما شاء الله ادوني المعلومات اللي انا ذكرتها. طيب، نرجع نكمل ان شاء الله. فبتمتاز بخن الوزن بتاعها خفيف والتكلفة بتاعتها اقل، وانها تعتبر خرسانة جاهزة او بتاخد وقت قليل في موضوع البناء، فده هتبقى ميزة كبيرة جدا. احنا عندنا مشكلة ان انت ممكن تصرف مبلغ كبير على الاعمار العاجل، وتصرف يعني هتاخد جزء من اللي معمول للعمار، فمتلاقيش فلوس للعمار الدائم. فالحل ده هنا لو انت استخدمت الجي ار سي هتلاقي ان هو نفس المبنى، ان انت بتعمل مباني بصوره سريعه، فنفس المبنى اللي احنا هنستخدمه كمأوى عاجل هو نفس المبنى اللي هيبقى مبنى دائم، لان الخرسانه جاهزه بتيجي تتركب. زي ما احنا شفنا في الصين ممكن عماره كامله تتبني في يوم او يومين، فخلاص مش محتاجين، دمجنا احنا العماره العاجلة بالعمارة الدائمة. إن شاء الله المرة الجاية هنتكلم على الطاقة البديلة.